منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر ديسمبر 2019 يهدف التعاون العربي الأفريقي الشبابي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تمكين الشباب والمرأة، ورش عمل، دورات تدريبية، تبادل الخبرات، حوار الثقافات، قضايا الشباب، البطالة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، أنشطة رياضية وسياحية، قضايا المياه. ويقوم على تنظيمه كل من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزارة الشباب والرياضة المصرية، الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والبيئة والنقل والشباب والرياضة والموارد المائية والري والصحة والسكان والتعليم العالي والثقافة المصرية. وتنضم إليهم كل من أكاديمية ناصر العسكرية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المجلس العربي للمياه، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية، منظمة اليونيسيف، بحضور مشاركين من كل من دول الجوار ودول حوض النيل، انطلاقا من مدينة الأقصر يوم 20 ديسمبر، وختاما بمدينة أسوان يوم 26 ديسمبر. أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، ترحب بكل الحضور في انتظاركم. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا من شوية برومو عن منتدى الشباب العربي الأفريقي اللي بيعقد في الأقصر وأسوان من 21 وحتى 26 من ديسمبر، ودي دورته العاشرة، بيجمع عدد كبير جدا من الشباب من الدول العربية والدول الأفريقية، بالإضافة طبعا لعدد كبير من الوزراء اللي بيتبنوا هذا المنتدى واللي يعني بيحبوا يكونوا متواجدين مع الشباب، وكتير من الجهات المعاونة والمساندة ذكرت في يعني هذا التنويه السابق. هنعرف أكتر عن هذا المنتدى، عن أهدافه، عن الفعاليات اللي هتحصل خلال الأيام القادمة على أرض الأقصر وأسوان الحبيبة، مع ضيفنا دكتور ممدوح رشوان رئيس منتدى الشباب العربي الأفريقي والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. أهلا بحضرتك معي. أهلا بيكي فن. وكمان هنسمع يعني تعليقات شاب متطوع كان موجود في منتدى الشباب اللي أقيم في شرم الشيخ من 14 ل 17 ديسمبر ولسه راجع طازة من شرم الشيخ، ونعرف تجربته واستفاد ايه. اهلا بيك مصطفى شاهين، متطوع في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. اهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم. يعني برحب بحضرتك دكتور ممدوح، ولو اتكلمنا على النسخة العاشرة لهذا المنتدى وكانت الفكرة والبداية لسريعا عودتنا للحضن الإفريقي والتعامل مع كافة القضايا عبر الشباب الحقيقة، وده ما ده اللي بيهمني بشكل شخصي، إنه إحنا بنسمع أفكار ومشروعات وطموحات وبرامج حقيقية تقدر بسرعة تنفذها من خلال هذا الشباب. كلمنا عن النسخة العاشرة والجديد فيها. هو أولا هذا المنتدى والمنتدى العاشر معمول تحت مظلة جامعة الدول العربية، اتقدمت بمذكرة للسادة وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعهم في جامعة الدول العربية في شهر ابريل الماضي بعدة برامج، منهم البرنامج ده. هم اختاروا البرنامج ده بالذات ودعموه وتحت مظلة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اطار ان احنا دورنا مكمل لدور الحكومات. فيعني الرئيس السيسي ضخ الدماء في الشرايين المصرية الافريقية، وزي ما احنا شايفين كل يوم في عرس دلوقتي، صحيح، يعني شبابي او اقتصادي او اجتماعي. فاحنا دورنا مكمل. فاحنا هذا اللقاء هو اللقاء العاشر، كنا عاملينه في اطار كان في مبادره في الجامعه ايام تولي الاستاذ عمرو موسى كان الامانه العامه للجامعه، وكان في الاهتمام بدول الجوار الافريقيه، وكان في اتجاه انه يضموا بعض الدول الافريقيه اللي بتتكلم باللغه العربيه للجامعه يعني. فابتدينا نركز على ادخال البعد الافريقي في انشطتنا، فنظمنا اللقاء الاول والثاني لغايه ما وصلنا السنه دي اللقاء العاشر يعني. جميل. طيب عايزه اسمع من مصطفى بقى تجربتك في منتدى شباب العالم. اولا انت دارس ايه يا مصطفى؟
انا كليه اعلام جامعه الازهر الشريف. لسه طالب. ازاي بقى اتطوعت في المنتدى وتجربتك دي اول مره بتشارك؟ ده اول مره ليا اشارك. كلمنا بقى عن التجربه دي. منتدى الشباب اولا يعني ممكن نطلق عليه اللي هو منصه شبابيه بيعرض من خلاله الشباب افكارهم والقضايا التي تواجههم في على مر الازمه. في البدايه كان تنظيم منتدى الشباب هذا العام يعني تنظيم روعه جدا. الافتتاحيه بتاعته كانت فوق الامتياز بصراحه جدا. الاشكال الفنيه او التشكيلات الفنيه اللي عرضت من خلال الافتتاح يعني انا مش عشان شاب مصري لا، شهاده من الخارج، من شباب من الخارج اللي هم شهدوا لي ان هم شهدوا اول حدث روعه يشهدوه زي منتدى شباب العالم. في منهم واحده برضو قالت لي ان انا حضرت منتديات وحفلات في الولايات المتحده اوكرانيا باريس، لم تشاهد اي حدث مثل منتدى شباب العالم الذي يقيم بشرم الشيخ. طبعا يعني بقدم شكر واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا على اتاحه الفرصه للشباب لعرض مشاكلهم وعرض الافكار التي تطرح من خلال المنتدى والاستماع اليها. طبعا كان موجود معنا مسؤولين بيسمعوا افكارنا برضه وبيدونوا افكارنا والمشاكل اللي كانت بتواجهنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي في اخر يوم اوصى بذلك يعني اعطى بعض الوصايا في نهايه المنتدى. طبعا كان المنتدى بيقام على حافلته بعض الانشطه من الانشطه الفنيه والثقافيه، منها اقامه جائزه مثل المشروعات الذي كان له دور هام في المنتدى شباب العالم من خلال اقامته لمعرض تراثنا الذي كان يعرض المنتديات الحضاريه بالايادي المصريه. أنا الحقيقة صحيح. يعني سعيدة بتجربتك، ويمكن يعني نتج عن المنتدى ده إنه أسوان أصبحت عاصمة الشباب العربي، وده أكيد المنتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر هيستفيد منه جدا، لأن أسوان هي بلد جميلة ورائعة أصلا، لكن كونها دلوقتي هي عاصمة الشباب الأفريقي وإحنا بنتكلم عن منتدى بيضم الشباب العربي والأفريقي، إزاي ممكن نستثمر هذا الموضوع وإيه الفعاليات الأساسية اللي موجودة في هذا المنتدى هذا العام؟ اولا احنا اول هيئه بتفعل قرارات، يعني حتى توصيات المنتدى الشباب اللي كان في شرم الشيخ اللي لسه خالص بالامس، احنا خدنا التوصيات دي وهيبقى في سيشن في اللقاء بتاعنا، بس ان احنا اول ناس نفعله. وفي شباب حوالي 25 شاب افريقي من ضمن اللي شاركوا منتدى الشباب العالم طلبوا واتصلوا بينا ان هم يمدوا في مصر ويشاركوا معنا. فاحنا يعني وافقنا لهم، يعني انا المشاركه وصلت ل 33 دوله، حوالي 350 شاب. عاملين حاجه كبيره، مهرجان شبابي كبير ما بين الاقصر واسوان، واحنا اخترنا الاقصر واسوان لان هي بوابه مصر للجنوب، بوابه مصر ناحيه افريقيا. طالعين بقطار مخصوص بالكامل، بنشكر يعني معالي وزير النقل وهو هيلتقي بينا بكره في محطه مصر. أي. واصر انه يجي بنفسه يودع الشباب العربي والافريقي في محطه مصر. وزاره السياحه عامله لنا برنامج جميل جدا تنشيطي. وزاره الشباب مقدمه الدعم اللوجستي من اقامه في المدن الشبابيه للشباب، معايا بعض الهيئات العلميه زي اكاديميه ناصر العسكريه، المجلس العربي للمياه، الشركه القابضه لمياه الشرب، منظمه اليونيسيف، بعض الهيئات. هيبقى منتدى فيه خمس ورش بالتوازي. معايا معهد العربي للتخطيط بالكويت عامل برنامج تدريبي بشهاده معتمده للشباب العربي والافريقي المشارك في الفتره دي. هايل قوي. عن تمكين الشباب وثقافه الابداع بشهاده معتمده رسميا بتكلفه 2000 دولار مقدمها مجانا للشباب، وحتى الشهادات جايه وكله جايين معاهم. فبرنامج يعني مهرجان شبابي كبير، بالاضافه طبعا للبعد السياحي الجميل. احنا حرصنا ان الافتتاح ان شاء الله يوم 21 يبقى في ساحه معبد الاقصر. ورانا خلفيه الاعمده والتاريخ مصر الجميل. بنوصل رساله برضو سياحيه جميله. لا، وده وراها كنيسه وجامع ومعبد طبعا. يعني حاجه رائعه. يعني في تنوع في البرنامج، وفي يعني ان شاء الله الشباب العربي والافريقي هيتبسطوا ان شاء الله في مصر. الله نتكلم كمان على مجموعه من المبادرات اللي بيتبناها هذا المنتدى كل سنه. يعني انا عندي هنا مبادرة بالتوعية عن البطالة، بنتكلم كمان على انتوا هتقدموا ايه لأهالي الأقصر وأسوان من خدمات زي ما بيحصل كل احنا ابتدينا فعلا من اسبوع.
نركب 150 وصلة مياه ل 150 أسرة في أسوان، وهنفتتح المشروع وخلال وجودنا يعني. فده لمسة بسيطة من المنتدى، عاملينه مع مؤسسة يعني خيرية مهتمة بقضايا المياه، فده جزء العمل اللي في اللقاء. بالإضافة طبعا عاملين حملة يعني لنظافة مجرى النيل، نهر النيل، يعني حملة رمزية، يعني عاملين حملة برضو وجولة بالمراكب الشراعية تحت شعار نحن نسير معك ونشعر بك للنيل. يعني فعاملين حاجات كتيرة جدا في الأنشطة دي، وبالإضافة للخدمات اللي احنا نقوم بيها يعني من خلال مشروع الترشيد المياه. واحنا برضو يعني زي ما انا قلت ان احنا اول ناس بنفعل قرارات يعني السيادة الرئيس من ضمن توصيات منتدى الشباب والشباب اللي نادوا بيه، اللي هو قضايا المياه والامن الغذائي، دي المحاور موجوده ومعايا خبراء متخصصين هيشرحوا للشباب الابعاد الحقيقيه لهذه القضايا ومشاركتهم نفسهم. احنا في المنتدى ده الخبراء موجودين مساعدين، لكن الشباب هم اللي هيديروا الجلسات، وتوصياتهم هتبقى قدام مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب في اجتماعه القادم ومجلس وزراء المياه، لان ده المجالس الوزاريه اللي احنا بنحضرها وبتبقى توصياتهم قابله للتنفيذ. دكتور ممدوح اتكلم عن التوصيات، وانا هاخد منه الموضوع ده واروح لك يا مصطفى. فكره وجود توصيات في منتدى الشباب كل عام، والحقيقه ان في بعد جديد بيضيفه الرئيس في كل منتدى. احنا كنا بنتكلم عن بعد افريقي، دلوقتي بنتكلم عن بعد يورو متوسطي، وعن يعني الغاز في البحر المتوسط، وعن انشاء جامعات هنا في منطقه العالمين يعني اليورو متوسطيه. فيعني برضو الاستفاده من هذه التوصيات وتوثيق العلاقات مع دول اخرى بيجمعنا بها مصالح مشتركه. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في نهايه المنتدى اعطى بعض التوصيات الهامه والتي تتيح الفرصه للتنميه المستدامه داخل مصر. من تلك التوصيات هي الاستعانه بوزاره الهجره مع مشاركه الجهات المعنيه خارج مصر لاطلاق مبادره اللي هي مراكب النجاح. هي عباره عن ارشاد وتوعيه الشباب للهجر غير الشرعيه. من خلالها ايضا يعني ايه كان جهاز تنميه المشروعات ليه دور ايه في تلك الوصيه، وهو اقامه مشاريع صغيره. لماذا لا يقيم شاب من عمره مشروعا خاص به؟ حيث ان المشاريع الصغيره يعني تعتبر ايه لها دور كبير في الحد من الهجره والحد من البطاله، وتمثل 50% داخل اي دوله المشاريع الصغيره. دول زي اليابان بدات المشاريع الصغيره دلوقتي هي فوق العالميه في الاقتصاد. عندك من التوصيات الاخرى اللي اوصاها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الاهتمام بالشباب ذو الاحتياجات الخاصه، ودي نقطه حد ذاتها بنشكر الرئيس عليها، اللي هم بيهتموا بافكار الشباب ذو الاحتياجات الخاصه والقيام على تنفيذها. فانا بقدم شكر واعتزازي على الاهتمام بتلك الوصيه التي تعتبر في حد ذاتها يعني حدثا هاما لبعض الفئات ذوي الاحتياجات الخاصه. من الوصايا الاخرى برضك اللي هي مشاركه الوزارات والجهات المعنيه بتعزيز الاقتصاد الافريقي داخل وخارج مصر، ودي في حد ذاته ممكن نقول نطلق عليه اللي هي عنصر في تحقيق استراتيجيه مصر خلال 2030 اللي الرئيس واللي الحكومه بتطمح في تنفيذها. وان شاء الله يعني خير باذن الله. فكره الشباب الافريقي دي جميله، وانا اسمح لي برضو ان انا ارجع للدكتور ممدوح. على مدى 10 دورات بيتم عقد المنتدى للشباب العربي الافريقي، يعني مصر كانت دايما حاضره في افريقيا بقدر الامكان، لكن الشعوب الافريقيه كانت دايما بتشتكي انها تعرف عننا اكتر ما احنا بنعرف عنهم. لقاء الشباب العربي والافريقي في هذه المنتديات هل اضاف لينا معلومات كافيه عن الشعوب دي، وثق العلاقات ما بيننا وما بينهم؟ لانه زمان كانوا بيجوا يدرسوا عندنا ويطلعوا وزراء ورؤساء جمهوريات من يعني الازهر الشريف اللي بيدرس فيه مصطفى وغيرها من الاماكن. فدور المنتدى في تدعيم هذه الاواصر وفي ان الشعوب الافريقيه والشباب الافريقي يحس ان احنا مهتمين بيه وعايزين نعرفه اكتر زي ما هو عرفنا. احنا في من ضمن الجلسات جلسه لحوار الثقافات، كل شاب او كل دوله بتعرض ايه هي. يعني انا مثلا في اللقاء اول لقاء اكتشفت ان يعني ان في دوله اسمها غينيا كوناكري وغينيا بيساو، ويعني في كذا غينيا، انا يعني كنت فاكر واحده بس يعني. فالشباب حتى بيسال
ويتجاوب ويشوفي بعد كده علاقاتهم مع بعض على وسائل التواصل الاجتماعي. هم مكونين جروب كده كبير جدا وفي تواصل بينهم. وعايز اقول لك ان احنا من الشباب الجيل الاول والثاني اللي شاركوا معنا في المنتديات، شباب افريقي حاليا في تولوا مناصب في الاتحاد الافريقي، ومنهم واحد في مفوضية الشباب، وده دعمنا كتير، وهو اللي وجه الدعوة للدول الافريقية وجابهم واصروا انه يجي يشارك، لانه شارك في الدورة الاولى للمنتدى. فده اعتقد يعني ده نجاح للمنتدى، انه بيربط بين الشباب العربي والافريقي بشكل كبير. يعني صحيح دكتور، كمان كان في جلسة في مؤتمر او منتدى شباب العالم، كانت جلسة الحقيقة كانت غاية في الاهمية، وهو الارهاب الالكتروني، واتكلم عنها الرئيس بشكل شخصي، واتكلم كمان على انه الارهاب مستمر في جميع مناحي الحياة، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي، وصل للموبايلات اللي في ايدينا. اعتقد انها هيكون ليها جزء مهم جدا، جزء رئيسي. وجبنا معانا ناس متخصصة عشان يشرح، يعني اكاديمية ناصر العسكرية اوفادت 2 من خبرائها المتخصصين عن حروب الجيل الرابع والحروب الالكترونية وسائل التواصل، وجبت معايا من بيت العيلة ومن الازهر يعني يشرحوا للشباب. والشباب هيعرض بعض التجارب يعني. فاحنا بخليهم يبحثوا في الموضوع ده وبيقدموا رؤيتهم ومعاهم الخبراء يصححوا. فاحنا فعلا ده احد القضايا، وبرده قضايا الهجرة غير الشرعية، احنا ده برده يعني سيشن موجود اساسي ومنسقين مع منظمة الهجرة الدولية عن الهجرة غير الشرعية واخطارها وابعادها. فمعظم القضايا اللي تناولها وتوصيات المنتدى احنا فعلا عاملينها في برامجنا في اطار توعية الشباب. جميل. طبعا احنا سعداء يعني بهذه المنتديات اللي بتخلي الشباب يزدادوا ثقة في نفسهم، يكون عندهم قدرة على التعامل مع الاخرين بشكل اكثر ودا، وانهم ياخدوا يعني مكانهم في المجتمع اللي كانوا بيطالبوا بيه من فترات طويلة. وبنشكر يعني المنتديات اللي مثل هذه المنتديات اللي بتقام في مش القاهرة مش العاصمة، ولكن في اقصى الجنوب وساعات في اقصى الشرق او الغرب بتاع مصر، علشان مصر كلها تكون حاضرة ومشاركة وليس العاصمة. شكرا على وجودك معانا، بنتمنى للمنتدى كل النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا دكتور ممدوح رشوان، رئيس منتدى الشباب العربي الافريقي والامين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا يا مصطفى، وبتمنى ان شاء الله انك تشارك في المنتديات القادمة وتكون سفير جيد لجامعة الازهر العريقة ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكر حضراتكم، واعتقد انه كلمة مهمة جدا من الشباب اللي بيتابع النهاردة، ان هو يبحث عن المشاركة في هذه الفرص اللي انا بقول ان هي بتغير فكره 360 درجة. تقدر تتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقدر انك انت حتى تخش تطلع على ما اقيم في مثل هذه المنتديات، وانك انت تاخد في حسبانك كده انه انا السنة الجاية مشارك مع الناس دي، لانه بالتأكيد انت بتطلع بمكاسب كبيرة جدا. شكرا لحضراتكم، شكرا مرة تانية، بكرة ان شاء الله اسرة جديدة، الى اللقاء. We'll be right back.